الطلاب بلش محاضرتنا هنا إن شاء الله، اللي هي مراجعة بعد 4 محاضرات. شرحنا بالمحاضرة الأولى نبدأ عن اكتشاف الإكس راي. ليش سموها إكس راي؟ لأنه كانت مجهولة، وبما أنه هي ضمن طيف الكهرومغناطيسي الإلكترومغناطيك سبيكتروم طيف الكهرومغناطيسي، فهي لها ويف لينث محدد اللي هي الإلكترومغناطيك. تعتبر أشعة سينية جزء من الأشعة الكهرومغناطيسية التي تبدأ من الموجات الراديوية مرورا بأشعة الماكرويف، ومن ثم الأشعة تحت الحمراء والضوء المرئي، فالأشعة فوق البنفسجية، ثم الأشعة السينية وجاما. ماشي؟ يعني الإكس راي وين تقع؟ بين البنفسجية والجاما، تتراوح طول الموجة مالتها، حكينا من 1 إلى 100 أنجستروم. هذا الطول الموجي له قابلية إنه يخترق الجسم. حكينا إنه الأجهزة مال التصوير الشعاعي تطورت خلال 30 سنة الماضية، حتى المبدأ العمل مالتها والأجهزة كلها اتطورت، سواء كانت تستخدم الإكس راي أو الجاما راي أو أي أشعة ثانية، أو حتى التصوير ما أشعة مبدأ التصوير مثلا MRI اللي يستخدم الإلكترومغنتيك ويف الإلكترومغنتيك فيلد. طلاب قد تظهر عندكم المحاضرة هسه؟ أحمد غازي موجود معنا بابا؟ ريزيك فير موجود. تمام. اشرح لي شو، احكي لي شوية عن التصوير بالرنين المغناطيسي الماجنتيك ويف MRI. أحمد خدوه على المحاضرة ليش ختمه؟ لا ستي والله الصراحة يعني ما حضرت، والله ما حضرت هذا الصف، ما قريته؟ لا والله ماشي. أحمد موفق معنا؟ أحمد موفق؟ صفا مازن؟ نعم دكتورة. صفا تخين تحكي لنا شوية على MRI. أنا إيش نسيت؟ MRI صوتك ما واضح. جهاز الـ MRI، التصوير بالرنين المغناطيسي. عن الرنين المغناطيسي؟ أي نعم. هو يستخدم الاكس راي تصوير مرتفع الرنين يعني المغناطيسي.
أول شيء هذا النوع من الأجهزة لا تستخدم فيه الأشعة السينية أو المعينة، وإنما يستخدم لا لا هو فقط يستخدم مجال مغناطيسي يوضع في المريض. ماشي. شيماء، شيماء فخري، دكتورة هسه شي ذكرنا بالمحاضرة الأولى قاريها من كم أسبوع. آمين ولا حدث؟ طلع يمين ولا حكت؟ شنو بابا حكت؟ آني دكتورة. ليه انت منو؟ اعرف انت اني اني انت منو؟ طلاب إن شاء الله المحاضرة الجاية راح يكون عندنا امتحان، وامتحان هنشفة هي هكذا، أفوت أسأل طالب طالب أنا السؤال اللي أختاره، وطبعا ما أريد سؤال إنه مثلا هي الأشعة التي غالبا ما تستخدم لتصوير الأجهزة، ما أريد يعني ما أريد جواب إنه ما الواحد يقرأ لي من المنظمة، أريد جواب يعني فهمي أشو أنت ما فهم أنت تجاوبني. حتى تكون انه الكل يقرا هاي الاربع مواد اللي المحاضرات اللي راحت. ماشي تمام بابا؟ دكتورة تمام. يعني كم محاضرة؟ من بداية السنة الى وين ما وصلنا. تمام دكتورة. اوكي راح نجي ندرس ناخذ نبذة مختصرة شوية عن الأجهزة اللي حكينا عليها، مال الأشعة التصوير، أجهزة التصوير الشعاعي. أولا حكينا جهاز الأشعة العادية اللي هي الكونفشنال إكس راي، وهي الأشعة التي غالبا ما تستخدم لتصوير أجزاء الجسم المختلفة كالأطراف. حكينا هذا الجسم راح هذا الجهاز راح يصور لنا الجسم، وراح يصور لنا شنو الهارد تشو اللي هي العظام احسن من السوفت تشو. اثنين اجهزة التنظير والفلوروسكوبي، هي ايضا هاي الاجهزة هم راح تستخدم شنو الاكس راي كمبدأ عمل لها، اشو راح انا اصور بها عن طريق مادة ملونة راح اعطيها للمريض. هذه المادة الملونة راح تساعدني بتحديد الجزء اللي أنا أريد أصوره، مثل الكلى والجهاز البولي أو تصوير الأوردة. وكذلك هذا النوع من الأشعة يستخدم في تصوير المثانة والجهاز البولي، يحكم بمادة ملونة مباشرة في المثانة أو المجاري البولية. كذلك بإمكان تصوير الرحم، قنوات الرحم، كذلك تشخيص أسباب العقم عند النساء. جهاز الماموغرافي اللي هو جهاز ألف أورام، إن كان أخذ عينات من هذه الأورام عند الحاجة بمساعدة هذه الأجهزة. هذا الجهاز خصيصا حكينا حتى يكشف لنا الأورام أو العقد سواء كان بالرجال أو نساء، مخصص بس لمنطقة الثدي. وهناك اتجاه في كثير من الدول المتقدمة إلى استخدام هذا النوع من الأشعة بشكل روتيني للنساء في الأعمار المتوسطة، وذلك للمساعدة في اكتشاف المبكر للسرطان الثدي. إذا هذا الجهاز مخصص، هو جهاز يستخدم الإكس راي مبدأ عمل، هو مخصص لتصوير الثدي.
ثدي، سواء كان نعرف احنا يعني يا ستار الله يحمينا ويحميكم، اللي هو التيومر، الكانسر تيومر يصيب الرجال والنساء. الأشعة المقطعية بالكمبيوتر اللي هي CT سكان، هذا النوع من الأجهزة يستخدم الإكس راي كمبدأ عمل. اللي هو حكينا هو عبارة عن جهاز مع الإكس راي الاعتيادي بس بشكل مضخم كبير. راح يستخدم طاقة مع الإكس راي كلش كبيرة، طبعا التيوبات راح يكون كلش كبير، الطاقة اللي راح تطلع من عنده كلش كبيرة، التفاصيل اللي راح يصورها داخل الجسم راح تكون كلش أدق من الجهاز الأشعة العادي. ممكن إنه راح يصور لنا السوفت تشو مع الهارد تشو. هو ليش إنه راح يسمونه بالكمبيوتر؟ لأنه هو راح يعالج هذه الصور، هو مثل جهاز قلنا راح يقطع الجسم إلى شرائح شرائح، يصورها عبارة عن شرائح شرائح ويعالجها بالكمبيوتر، بحيث إنه أنا أطيق أكتشف الأجزاء المتناهية الصور في الجسم مثل الغدة النخامية والغدة فوق الكلوية، وأطيق أشوف كل التفاصيل من داخل الأعضاء. يعني ما بس أجي أصور، مثلا صورت أنا تشيست الصدر بالجهاز الأشعة العادي، راح ينطيني بس مجرد إنه أشهر إحنا نرسم الرئة على ورقة، راح ينطيني مقطع واحد بس، المقطع العرضي من الرئة. بينما بالسي تي سكان، بما انه هو بيصورها شرائح تطلع لي 2D او مرات حتى 3D الصورة، يعني انا راح اشوف ايش اكو داخل الرئة. ممكن أنه يحتاج المريض ياخذ مادة ملونة عن طريق الفم بيضاف إلى حقنة ملونة تعطي المريض عن طريق الوريد. هاي حسب أنا إيش أريد أصور. حكينا إذا الجاستريو انتستينال تراك اللي هي
أعتقد ما راح ناخذ، لأن هي تقول انطفن المعرف الكهرباء يا مي معرف. إن شاء الله منا الباشر ما تجي الكهرباء. شك الطيبة كنا عاد تسمعكم يا رب. خبادة ثكرة ألف والله. حسن غادر لو شنو؟ يلا آني باي باي أغادر. هسه راح ترجع بس خلي يجي الكهرب. أحمد علي معمرها سنتين؟
تمام طلاب، أسفة يعني انقطع الكهرب. نرجع لمحاضرتنا. كان عشر فائض سكس كان نيجي نشرح جهاز آخر يستخدم التصوير الشعاعي الطبي. جهاز ثاني يستخدم التصوير الشعاعي اللي هو جهاز الالتراساوند. طبعا ما يستخدم اللي هو، وإنما يستخدم الالتراساوند الموجات الفوق الصوتية. هذا النوع من التصوير الطبي لا يستخدم تستخدم فيه الأشعة السينية، وإنما باستخدام موجات فوق صوتية يتم توجيهها إلى داخل الجسم. وهذه الموجات الصوتية ترتد بدرجات متفاوتة، يتم التقاطها بواسطة، يعني هي إيش نوع، عبارة عن بروب يطلع موجات ألتراساوند، ونفس البروب موجود بينه مثل الديتكتر كاشف هاي الموجات الفوق الصوتية. هي تطلع من البروب، تدخل داخل جسم الإنسان، ترتد من داخل الأنسجة من الأعضاء اللي إحنا بنصورها، ترجع مرت خلال البروب تستقبلها الديتكتر الكاشف. يمكن تصوير جميع أعضاء البطن مثل الكبد، الكلى، الطحال، البنكرياس، تصوير الجنين أثناء الحمل، تصوير الأجهزة التناسلية كالرحم والمبيض، وكذلك بالإمكان تصوير المخ بالموجات فوق الصوتية للأطفال حديثي الولادة. ليش بس الأطفال حديثي الولادة ممكن أستخدم هذا الجهاز، يعني الألتراساوند حتى أصور المخ؟ لأنه الألتراساوند ما له قابلية إنه يعبر عن العظام، شغله بس داخل السوفت تشو. الهارد تشو ما يعبر. حكينا إيش من الهارد تشو؟ هارد تشو هي العظام. السوفت تشو اللي هي يعني الغضاريف، العضلات، الأوعية الدموية، كلها يسموها سوفت تشو. فالألتراساوند ما يطيق يعبر العظام، بما انه الطفل اول ما يجي العظام ما الجمجمة مالته ما تكون يعني ما هارد تشو، تكون بيناتها اليافوخات اللي هي الفراغات، ممكن انه انا خلالها اقدر اصور مخ الطفل حديث الولادة. ونفسه هذا الجهاز يستخدم خاصية يسموها الدوبلر.
هاي الخاصية أنا راح أطيق أصور بيها الأوعية والشرايين، الأورجة والشرايين الدموية المختلفة في الجسم. أشنو اختلافها عن بقية هاي الأوعية الدموية؟ أشنو اختلافها عن بقية أجزاء الجسم إذا أنا صورتها؟ إنه هاي الأوعية الدموية راح يصور لي الدم هو يجري داخل الأوعية الدموية، يعني ظاهرة الدم لها قابلية إنه تصور لي الدم، جريان الدم داخل الأوعية الدموية. نجي على المحاضرة الثانية. عندنا محاضرة عندنا الجهاز اللاخ اللي هو تصوير الأوردة والشرايين والأشعة التداخلية، هي انجيوغرافي ان انترا فيشيال ان انترا فيشيال، اللي هذا النوع من الفحوصات معروف عند كثير من الناس باسم القسطرة. حكينا ايش القسطرة، هي عبارة عن جهاز يستخدم الأشعة السينية مبدأ عمل اللي هو أنا راح أخلي المريض تحت الجهاز مع الأشعة. طبعا التصوير راح يكون شبه مستمر، يعني الطبيب وكل الستاف مع المريض مع جهاز الأشعة. راح أدخل أنا جايد يسمونه تيوب كلش رفيع داخل أكبر وعاء موجود داخل جسم الإنسان، ممكن إنه يعني أدخل أنا تيوب من خلاله اللي هو بالساق، موجود بالساق. يدخلون هذا الجايد التيوب الموجه شوية 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 إلى أن مثلا يصلون القلب. هي مقيم شلون؟ هذا التيوب أنا راح أدخل أضخ بينه أشنو مادة ملونة. هاي المادة الملونة هذا جهاز الأشعة راح يستقبل هاي المادة الملونة حتى يعرف وين يبقى يدخل بالضبط، وين يبقى يمشي المسار مال التيوب. يظل يمشون الطبيب يظل يدخل هذا التيوب إلى أن يصل القلب. ممكن أن يعملون اللي هي يثبت القسطرة، اللي هي أشنو؟ أنه إذا عندي أنا وعاء دموي داخل القلب أو بغير مكان مغلق، أنه راح أنا أثبت فشيء اسمه الشبكة أو البالون داخل الوعاء الدموي، وبعدين أسحب التيوب. هاي العملية بس مجرد انه اذا كانت تشخيصية او علاجية فهي غير جراحية. ليش؟ لانه الطبيب ما راح يفتح فتحة صغيرة بس داخل ساق المريض. التصوير بالرنين المغناطيسي هذا النوع من اجهزة التصوير لا يستخدم فيه الاشعة السينية او المعينة، وانما تستخدم المجال المغناطيسي. هذا الجواب قبل شوية سألت طالبة جاوبتني، هو إنه قرأت هذا السطر، قلت يعني قرأته وقالت لي هو إن شاء الله بالامتحان اللي راح يكون الشفهي أنا ما أريد أحد يجاوبني إنه هو يقرأ سطر ويجاوبني، وإنما يجي مثل ما هو فهم يجاوبني خلال لحظات، وعليه طبعا درجات. راح يكون هذا الكويز مال الفصل الأول. هذا نوع من إيش؟ التصوير ما راح يستخدم الأشعة السينية أو أي أشعة معينة، وإنما راح يعتمد على أشنو؟ يعتمد على المجال المغناطيسي. حكينا إنه هذا الجهاز له قابلية إنه يصور الهارد تشو والسوفت تشو، بس أشنو؟ السوفت تشو يصوره أدق. راح يصور المخ والجهاز العصبي والحبل الشوكي بالإضافة إلى تشخيص أمراض العمود الفقري والانزلاق الغضروفي، كما يستخدم في التصوير المفاصل والجهاز العضلي بشكل عام، وخاصة إصابات الملاعب والحوادث. ممكن يصور كل أجزاء الجسم. حكينا إنه أنا ممكن أتابع الوظائف الفسيولوجية لبعض أجزاء الجسم والحصول على صور حية الجزء المراد تصويره، وخاصة الجهاز العصبي. ايش معناته؟ حكينا انه قبل ما يكتشفون الـ MRI ما كانوا يعرفون مثلا المخ، ما كانوا يعرفون اي مكان مسؤول مثلا عن النطق، اي مكان مسؤول عن النظر، اي مكان مسؤول عن الحركة، اي مكان مسؤول عن المشي. من اكتشفوا الـ MRI دخل المرضى داخل الـ MRI تصوير مستمر
قطع عنه الصوت وهم قاعد يصورون، رجع الصوت شافوا انه هذا الجزء من هذا الدماغ انه زادت الفعاليه بهذا الجزء، معناته انه هذا الجزء هو مسؤول عن السمع، هذا الجزء مسؤول عن النظر، وهكذا اضفوا الوظائف الفسيولوجيه للجسم. ليش؟ لانه انا قد اصور مثل تصوير مثل الفيديو اللي هو 3D، تصوير مستمر لفعاليات الجسم. نجي على خصائص الأشعة السينية. قبل ما ندخل بخصائص الأشعة السينية، احنا شباب لازم نحول على الكلاس مال العملي. الكل انضم علينا وكلاس العملي.